والى سوهاج سيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. سيادة المحافظ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا عم بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ يا فندم سوهاج يا فندم، يعني اهل حضرتك واهلنا 10%، احنا اقل محافظه في نسبه التخفيض. لا هو تحياتي ليك والاول، وتحيات شعب سوهاج كله واللي انت منهم احنا بيه. وطبعا لا الكلام مش كده خالص، احنا في سوهاج الحمد لله ده احنا اول محافظه عملت تخفيضات قيمه يعني، والارقام ما بتقولش كده. هو احنا بس مقسمين حاجه، احنا عندنا القرى طبعا انت عارف ان سوهاج محافظه زراعيه. نعم. معظمها قرى. احنا القرى اول محافظه عملت المتر عملت ب 50 جنيه يعني بالنسبه للقرى احنا اول محافظه حققت ده الحمد لله واول محافظه نفذته. وبالنسبه للمدن لا طبعا التخفيضات مش كده خالص. كام؟ يعني احنا انت عارف انا لسه هقول لحضرتك، انت عارف ان يعني التخفيضات عندنا الاسعار من الاول كانت اسعار عادله جدا. ان انت عارف ان المحافظه سوهاج من المحافظات برضو المصنفه ان هي اشد احتياجا، وبالتالي احنا راينا ده في الاول ان الاسعار كانت مناسبه بزياده يعني مناسبه جدا جدا جدا. ومع ذلك لما جينا نعمل التخفيضات كده وفقا لتوجيهات سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء، احنا مقسمين كل المدن لمستويات الف ب ج د، بنقول د دي هي الاكثر احتياجا اول هي عموم المدينه، وبعدين عاملين مناطق ارقى يعني الراقيه شويه ثم الراقيه ثم المناطق اللي هي الف اللي هي ايه الابراج اللي على كورنيش النيل، وانت عارف دي اسعار حكايه. نعم. يعني احنا بالنسبه لنا التخفيضات ما قلتش على 40% اطلاقا في اي مدينه ولا في اي حي في المنطقه دي اللي هي المنطقه الاكثر احتياجا اللي احنا بنقول عليها. يعني يمكن حي شرق 41.5%، حي غرب 41%، جركه في المنطقه دي 42%، اخيم 42%، طهطه 42%، البليانه انت عارف عندنا برضو في بعض المراكز في الجنوب هي يعني ريفيه اكتر وصلت فيها نسبه تخفيض 43% و44%. 44 ده بالنسبه للفئه ده اللي هي عموم المدينه او المناطق اللي هي الاكثر اللي احنا بنراعيها، الاكثر احتياجا اللي احنا فعلا بنراعيها. الفئه ج اللي قبلها يعني بس المعدلات تقريبا 30% و31%. ايوه. ثم الفئه ب ماشي ج من 20 ل 21 22%. يمكن بقى هي في الفئه ا اللي هي اللي حضرتك عارفها اللي هي الابراج بقى، ابراج فاخره جدا جدا جدا، ودي على النيل مباشره ودي اسعارها يعني حتى سعر المتر فيها حضرتك عارف ان المواطن دي في سوهاج اسعارها غاليه بشكل غير عادي. وصل كام المتر دلوقتي على النيل؟ سعر المتر الشراء يعني حضرتك؟ شراء بيتجاوز ال 20000. في 50 مواطن بيتجاوز ال 20000 جنيه دي المتر. اوكي حضرتك؟ فاحنا يعني احنا بالنسبه لنا فال 10% اللي ستك بتقولها دي اللي على ابراج على النيل على دي ابراج كل شيء. نعم. دي المنطقه اللي هي يعني ما بين 10 و11%. لا ال 10% دي فقط في المحافظه ولا خارج المحافظه؟ يعني في مدينه سوهاج ولا خارج مدينه سوهاج؟ لا كل اللي هي فئه الف يا باشا اتكلم في كل مدن سوهاج، واحنا بقول لحضرتك ان الاسعار اصلا ما كانتش عاليه، اسعارنا اصلا مش عاليه. الفئه الف اللي هي المميزه جدا في كل مدينه دي عملنا لها من 10 ل 15%. الفئه ب وصلت ل 20 ل 25%. نعم. الفئه ج من 30 او اكثر. نعم. الفئه ده بقى اللي هي اللي بتخص اكبر عدد من المكلفات واكبر عدد من اخواننا الاكثر احتياجا واهالينا الاكثر احتياجا، النسبه 40% او اكثر شويه. طيب سياده المحافظ النهارده عندنا يعني بدي لسيادتك واكيد سيادتك طبعا عارف الحكايه دي. اسوان يا فندم سياده اللواء اشرف عطيه في اسوان عامل تخفيضات من 40 ل 50%. هو ايه يعني لو انا النهارده سهلت على الناس ويسرت عليهم، حضرتك عارف اهلنا طبعا والقرى، وسوهاج واحده من اكثر محافظات الاكثر يعني فيها عدد كبير من القرى الاكثر احتياجا، وبالتالي محتاجين انه سيادتك يا فندم تراعي الناس، وخاصه في ظل الوقت اللي متبقي 16 يوم لحد دلوقتي، وبالتالي نلحق كمان الناس اللي معهاش، وحضرتك عارف الناس بتلم من بعضها، وانا بتكلم على معلومات مش بقول كلام وخلاص، عشان يلحقوا يتصالحوا. طب ممكن نساعدهم يا ريت. انا قلت لحضرتك المعلومه، احنا بالنسبه لنا الحد الادنى اللي هو 50 جنيه ده على جميع قرى سوهاج، وانت عارف ان قرى سوهاج هي الاكثر يعني هو معظم اهلنا في القرى، يمكن حتى مدينه سوهاج نفسها ما فيهاش الكثافه السكانيه العاليه. كل القرى عندنا 50 جنيه ده الحد الادنى في القانون، وده واحنا عاملينه تقريبا سباقين اول محافظه عملت 50 جنيه في القرى كلها احنا. الحاجه الثانيه كل المناطق اللي فيها كم المخالفات الكبير واللي هي الاكثر احتياجا فعلا احنا واصلين من 40 ل 50%. وارد انه يعني نزود شويه نخفض شويه للناس، لانه
طالما النهارده وسيادتك طبعا عارف هذا الامر، سياده الرئيس امبارح لما خد قرار كان مهم يبقى قرار موحد على مستوى الجمهوريه بالنسبه للقرى، دعم كمان انه يا جماعه سهلوا على الناس ويسروا لهم وخلوا بالكم من الناس، فهذا حضرتك عند حضرتك دعم النهارده رئاسي، يعني لو حضرتك خفضت شويه محدش هيزعل والله. لا 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 بالعكس خالص اطلاقا، هو ده بالفعل تم. وانا اقول لحضرتك على حاجه، واحنا شغالين طبعا حاطين قدامنا كل محافظات مصر. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، ما فيش مدينه في مصر كلها فيها سعر 90 جنيه للمتر في مدينه مش في قريه. ده موجود عندنا في دار السلام، ده موجود عندنا في ساولتا، ده في جهينا بنوصل ل 100، في المنشاه بنوصل ل 110، جوه المراغه 140، كوثر 140، طمه 140، بنتكلم على الفئه اللي هي المنطقه دال. طهطة 150، أخمين 150، جرجة 150، حي غرب 150، حي شرق سوهاج 160 جنيه. نعم. فاحنا بنتكلم على إيه برضه، أو 190 جنيه حي شرق، لأن أنت عارف حي شرق طبعًا سوهاج هو ده أرقى حي فيها يعني. فبنتكلم برضه على أسعار لن تجدها في مدن أخرى، ده مراعاة لأن سوهاج والحالة الاقتصادية فيها وإنها بالأساس لا تاني يعني ممكن أقول لأهالينا والله وارد الأيام الجاية ممكن نعمل كمان زيادة نسبة التخفيض وارد هندرس ولا خلاص يعني. أيوة لا احنا هندرس ده، ولكن احنا يعني احنا جبنا تقريبا دلوقتي أقل محافظة في مصر في الأسعار هي سوهاج بالفعل، ولكن هنشوف إن شاء الله بإذن الله لو في أي حاجة نقدر نعملها مش هتأخر. سيادة المحافظ القاهرة هنا فيها مناطق 70%، القاهرة مناطق 70% يا فندم تخفيض. ما هو كانت كام وبتعامل عليها 70% وصلت لكام؟ نعم. احنا من الاساس بقول لحضرتك كنا مراعيين جدا 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 سوهاج، ودي كانت توجيهات الدوله مش توجيهاتنا يعني مش لوحدنا، لسبب بسيط. احنا شايفين الدوله بتعمل ايه في الصعيد دلوقتي. نعم. الدوله بتضخ قد ايه لاهلنا في الصعيد دلوقتي، يمكن حضرتك متابع كم المشروعات اللي بتتعمل سواء ميه، صرف، كهرباء في صعيد ثاني بيتبني دلوقتي، في سوهاج ثانيه بتتعمل دلوقتي، هي مساله وقت لان المشروعات دي كلها مشروعات قوميه وثقيله وكبيره. بتاخد على الاقل المشروع منه بياخد 18 شهر ما بين محطه صرف، محطه كهرباء، محطه توصيلات غاز، كباري بتنشا، وحياه كريمه، مشروع حياه كريمه المشروع الرائع اللي تبناه سياده الرئيس. نعم. تقريبا سوهاج واخده منه السنه دي 40% من حجم الانفاق في مشروع حياه كريمه، وبالتالي احنا عارفين الحاله الاقتصاديه عندنا، وده تم مراعاته في تحديد السعر في الاول. كنا عاملين حسابنا على ده، وان السوهاج من الاول كانت اقل المحافظات تقريبا، او مش تقريبا هي بالفعل اقل محافظات مصر في الاسعار، مع التخفيض ما زالت متصدره المشهد برضه انها اقل محافظات مصر في الاسعار، لانها هي فعلا زي ما حضرتك عارف اذا كان توجه الدوله بتدعم المحافظه وبتدعمها بشكل قوي جدا جدا جدا، سوهاج الفلوس او المبالغ اللي بتضخ من الحكومه المصريه في سوهاج في خلال السنتين او ثلاثه اللي فاتوا اعتقد انها ما اتضختش في خلال لا يقارن بها اي محافظه ثانيه في مصر، ولا سوهاج شافت ده قبل كده. يعني دلوقتي حضرتك بنعمل فين المشروعات سياده المحافظ؟ هي عموم سوهاج من طمع حتى البريانه ودار السلام، كل لو حضرتك دلوقتي تابعت هتلاقي كل مراكز سوهاج ما بين محطات صرف، محطات كهرباء، محطات ميه، كباري، والمشروعات المتعثره اللي كانت واقفه وكانت محتاج مبالغ كبيره. يعني احنا شغالين في نفس الوقت كوبري في داخل سوهاج هنا ثقافه 350 مليون، بنتكلم في كوبري جرجه دلوقتي بقى له 7 أو 8 سنين ان شاء الله بعد التسليم بتاعه 31/12 بنتكلم في نفس المبلغ. نفس الكلام في كوبري البريانه، احنا بنتكلم على كوبري البريانه في الجنوب نفس المبلغ تقريبا، ودوائر برضه بقى له معدل التنفيذ فيه كان واقف تماما بقى له سنين سنوات طويله. في محطات صرف او مشاكل كانت معلقه من 15 سنه ومن 20 سنه الضخ فيها كميه فلوس الفتره اللي فاتت غير عاديه علشان البلد تقف على رجليها. فبقول لحضرتك ان شاء الله يعني في القريب العاجل هنشوف سوهاج تقريبا صرف صحي مغطيها ومعدلاتها اكبر بكتير من القرى. يا سياده المحافظ عايزه يعني دعم يعني القرى محتاجه، وحضرتك عارف طبعا القرى عندنا شكلها ايه، سواء طرق داخليه، سواء ميه، كهرباء، الترع اللي عامله مشاكل ضخمه جدا في مختلف يعني قرى سوهاج محتاجه، انه ده اللي احنا كمان لازم نشوفه. بص يا احنا بنقول مشروع حياه كريمه او برنامج حياه كريمه اللي بتبناه سياده الرئيس، احنا السنه اللي فاتت خدنا عدد من القرى، السنه دي مضاعفينها كمان. بقول لحضرتك احنا واخدين السنه دي 69 قريه
هتاخد 40% من مخصصات هذا البرنامج. يعني كدفعة أولى داخلنا إن شاء الله 1.7 مليار دي للصرف في الكرة. لا ده تنمية شاملة، ده غير 5 كرة كمان داخلة تنمية ريفية إن شاء الله كويس. بحيث إن في مشروع جديد لو التنمية الريفية والحضرية. أنا ما بقتش دلوقتي يعني كتجلسة رئيس في الفترة الأخيرة، أنا لما باخد قرية ما بشتغلش فيها حاجات فردية، ما تعمليش وحدة صحية أو مدرسة هنا وبعدين تروح ترسل فريق في قرية على بعضها، تعمل تاخد القرية نموذج للقرية المصرية كما نتمناها، تاخد تنمية شاملة في القرية بحيث إنك أنت تخلصها هتسيبها مش هترجع تاني، هتروح لقرية تانية. ما بين بقى الأبنية التنمية بتاعتها للصحة للبريد للمطافي للرصف الطرق بتاعتها قال ان عندنا الوحدات الصحيه حضرتك عارف بعافيه ومستشفيات بعافيه وحاجات كتيره بعافيه عندنا. والله دي بص يعني برضو حضرتك مش عايز نتكلم على الموروث القديم دائما، احنا دائما بنقول ان الصحه كانت بعافيه ولكن دلوقتي لا، في ضغط فلوس غير عادي. انا بقول لحضرتك على حاجه، احنا خلال الفتره اللي فاتت او 4 شهور اللي فاتوا بس ده غير اللي اتعمل قبل كده ممكن اتكلم حضرتك عنه. لا ده انا عندي مستشفى مثلا مش هنقول عايز مستشفى ما كانش موجود على الخريطه اساسا. النهارده فيها 70 سرير و14 سرير علاج مؤكد في جزيره شندويل. في جزيره شندويل ده مستشفى الصدر انشئت من العدم. مستشفى الحلويات في سوهاج تطوير شامل وكامل كامل ماشي، ولاول مره بيكون فيها عنايه مركزه. مستشفى سوهاج العام فيها شغل غير عادي. في ثلاث مستشفيات بيتعملوا اعتقد ان انا شخصيا يعني على قد ما شفت في مصر كلها ولفيت في مصر كلها بحكم عملي السابق نعم، انبهار غير عادي. يعني مستشفى جرجة شيء يعني ما اعتقدش ان في مستشفى لا عام ولا خاص في مصر بهذا المستوى. هذه المستشفى ان شاء الله في اخر السنه دي ان شاء الله باذن الله. في مستشفى بتعمل في الكوامل، مستشفى جامعه جديده في الكوامل. لا مستوى حضرتك يعني مش لم سياده المحافظه وحضرتك بتكلمني النهارده لما حد عندنا عايز يعمل عمليه بيروح اسيوط او يروح مستشفى العام في سوهاج. ما عندناش، انا بكلم انا ابن القريه وحضرتك عارف يعني طهطة فين، طمة فين، دار السلام لسه اهالي من دار السلام بيبعتوا لي دلوقتي ما فيهاش ادويه. انا بكلم حضرتك على الارض. لا يا فندم، هو كله شغال في ادويه برضه احنا بنتكلم في مشروعات ضخمه جدا. مستشفى دار السلام نفسها داخله تطوير شامل وكامل. مستشفى احنا بنتكلم على طمة بتعمل فيها مستشفى طمة طهطة طهطة بتعمل فيها مستشفى جديده من اي تو زد من اول خالص بارقام. المشكله انا ما كنتش متخيل الارقام بشكل، احنا اقل حاجه بنتكلم هنا 400 مليون، هنا 50 مليون، هنا 300 مليون. هل انت تتصور ان سوهاج مثلا في كوبري بيتعمل ب 350 مليون داخل المدينه؟ كوبري في اطراف المدينه من الناحيه الثانيه بيتكلم 350 مليون و 400 مليون. في كوبري ثالث بيتعمل وله اكستنشن مرحله اولى وثانيه برضه بتكلفه غير عاديه. يعني حضرتك شايف الكورنيش الغربي اتصرف عليه في خلال الفترة اللي فاتت واتفتح الحمد لله بتتكلم في 300 مليون. الأرقام دي مليارات. يعني سوهاج الأيام دي الحمد لله يمكن واخدة نصيب الأسد أو العناية الكاملة من الدولة. كم اللي بتحط فيها دلوقتي فلوس أو كم المشروعات اللي بتعمل فيها غير عادي، ولكن ده بنتكلم على مشروعات قومية مش بعصاية سحرية. هدفع في فلوس النهاردة في المشروع هيتفتح بكره، ولكن تقريبا ما فيش شهر بيعدي عليا غير لما بتفتح ان يكون بنفع محطه او محطتين ميه، محطه كهرباء، محطه صرف غير عاديه. يمكن احنا بدانا دلوقتي نوثق الكلام ده حتى ونصوره وننزله لشعب سوهاج نفسه علشان يشوفه. اللي يمكن المحافظه كبيره وحضرتك عارف امتدادها حوالي 150 كيلو، يمكن اللي بيتم في الشمال ما يعرفوش اللي في الجنوب او العكس. وبالتالي احنا عاملين دلوقتي التصوير لكل المشروعات اللي بتتم وبنعرضها للشعب سوهاج كله. عملنا مبادره جميله برضو لشباب سوهاج كله، يمكن سميناها من حقك تعرف ان الشباب المشروعات بتتعمل ولكن هو يمكن مش واخد باله منها كويس او ما يعرفش ايه اللي بيتم بعيد عنه. لا احنا بننظم رحلات كل يوم سبت لمجموعه من الشباب اللي عايز يتفضل، وبنعمل دعوه عامه وبنطلع اوتوبيسات من عندنا تزور مركز من المراكز المختلفه، ليس مدينه سوهاج فقط. لا يعني يطلع على مركز طمة زي ما حضرتك قلت، مركز طمة زي ما حضرتك قلت، ينزل جهينة زي ما حضرتك زي ما اشرت. نعم. ينزل يتفرج يشوف ايه اللي بتعمل على الارض عشان يعرف الدوله بتصرف هنا قد ايه. كتير منهم كان منبهر جدا ومش مصدق ان ده بيحصل
سوهاج لما يعني انت مستشفى جهينا زي ما قلت لحضرتك ومستشفى جرجا لما راحوا لا هم الناس يعني هو ده ده عندنا ده موجود في سوهاج ولكن حضرتك مش شايف. يمكن لما عملنا بعض التصوير وشرحناه وعملناه لهم على الصفحه بتاعت المحافظه بداوا يشوفوا في ايه. عملنا المهم اللي احنا نعرف الناس يمكن خدنا قطاعات سوهاج كلها على مدار الفتره اللي فاتت. احنا كتبنا كل يوم بننزل الرصف اللي تم فيه مركز واحد كان ال 11 مركز بثلاث احياء كل يوم بننزل الرصف واحد من دول. كويس خلصنا ده بدانا على اللي حصل في الخدمات الصحيه، خلصنا ده عملنا اللي حصل في الابنيه التعليميه، خلصنا ده قلنا اللي بيحصل في مراكز الشباب. انا بكلم حضرتك على الهواء واهل سوهاج شايفين صفحه سوهاج اللي احنا مسميناها سوهاج الحلم والواقع بيتابعوا الكلام ده وبيشوفوه. فبالتالي انا يعني مش ممكن اكون على الهواء واقول لحضرتك كلام مش موجود على الارض. لا 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 ازاي يعني المصداقيه فين ولا اللي في قلب يعني مع اهل سوهاج هنا مش ممكن. خلينا مره كده ان شاء الله يعني نشوف ده على الارض على الطبيعه نقدر نعمل مره ونرتب مع سيادتك كمان والله كمان. ولو حضرتك تحب نبعت فيديوهات للحاجه اللي اتطورت دلوقتي واللي جاهزه للافتتاح يا ريت نبعتها لحضرتك. لا لا سيادتك ابعت لي كمان عشان نعرف اهلنا ايه اللي بيتعمل فيها الجمال هايل. لكن تاني يعني اتمنى انه حضرتك كمان الايام القادمه ان شاء الله نعمل دراسه كده ونحاول نعمل تخفيض اكتر للناس هنساعدهم كمان انهم يعني خلال كام يوم الباقيين اللي مش قادر يقدر نقول له لا اتفضل انا بعمل لك تخفيض اضافي وبالتالي نساعد اكبر عدد من الناس يتوجهوا للتصالح. عندنا عدد قد ايه لحد دلوقتي قدموا تصالح؟ 36,000 فاتوره. بفلوس قد ايه؟ يعني تجاوز ال 200 مليون تقريبا. 200 مليون احنا الحالات الحالات عندنا مش يعني كنا انا كنت متابع سيادتك مع سياده المحافظ دلوقتي نعم اسكندريه السيد رياض محمد الشريف لا احنا انت عارف على سوهاج من المخالفات بتاعتها مش ما فيهاش ده ما فيهاش عشرات الملايين مئات الملايين عشرات الملايين احنا في الاخر بنتكلم على حاجات بسيطه كلها وبيتم يعني التصالح عليها وعشان كده بقول لحضرتك الارقام عندنا لا تقارن باي محافظه ثانيه. هاي ما هي عشان الارقام عندنا والحاجات بسيطه نديهم تخفيض كمان اكتر نساعدهم يعني هو في حاجه بس يعني انا يعني حضرتك ما تصنيش على اهل سوهاج انا منهم يعني انا بفخر ان انا بقول ان انا دلوقتي من سوهاج يعني انا مش لا ما انا بقول لحضرتك بدانا انه اهل حضرتك يعني فبالعكس يعني انا مش هوصى حضرتك عليهم يعني لا اطلاقا وما فيش حاجه في المصلحه ممكن تتعمل لسوهاج واهلها مش هنعملها ان شاء الله. بحييك مره تانية يا سيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.